اللقب هو اسم غير رسمي لمنتخبات كرة القدم. نشامة! ما منهم سلامة! ما منهم سلامة! وعادة اللقب يطلق نتيجة تاريخ وثقافة الشعوب. الله يوصل! الله يوصل! الله يوصل! وأحياناً بيكون مرتبط بالزي الرسمي اللي بيرتديه منتخب كرة القدم. فمثلاً المنتخب الكويتي يسمى بالأزرق، المنتخب البحريني يسمى بالأحمر، أما المنتخب الإيطالي يلقب بالأزوري، الأزوري بالإيطالية تعني الأزرق الدافن، وهذا الكلر اللي بيلبسه المنتخب الإيطالي. منتخبات تانية مرتبطة برمز معين. بهذا الفيديو عزيزي المتابع بدنا نتعرف على أشهر ألقاب المنتخبات العالمية والعربية وسبب تسميتها بهاي الألقاب، ولكن بتمنى منك انك تشترك في القناة، فعل زر التنبيهات، تضغط لايك للفيديو. جاهزين؟ انت نبدأ مع المنتخبات العالمية. أولا المنتخب الألماني واللي يسمى بالمانشافت. المانشافت نتيجة إن الدولة الألمانية مشهورة بصناعة الماكينات، وإحنا عارفين الماكينات الألمانية ماكينات صلبة وقوية وجبارة وبتتحمل دعك طول الوقت. أما بالنسبة للمنتخب الفرنسي الذي يلقب بالديوك، الديوك الفرنسية عادة ما الفرنسيين ارتبطوا بالديوك، ولكن أعداء الفرنسيين كانوا يستهزئوا من شعار الدولة الفرنسية اللي هو الديك، ولكن الفرنسيين أصروا على تواجد الديك كرمز للدولة الفرنسية، لأنه الديك بحسب الثقافة الفرنسية عنيد جدا وما بيستسلم بسهولة، والديك رمز النشاط. أما بالنسبة للمنتخب الإنجليزي فملقب بالأسود الثلاث. ليش أسود ثلاثة مو أسد واحد؟ بتعود القصة على إنه هنري الأول استخدم أسد واحد كشعار لمملكته، وهذا الكلام كان عام 1100، ولكن بعد زواجه من أديلزا اللي كان أبوها كمان ملك وبيستخدم الأسد كشعار له، اضطر هنري الأول إنه يحط أسدين كشعار للدولة بعد اندماج الدولتين. وفي عام 1154 اتزوج هنري الثاني من إليانور أكيتيان اللي كانت عيلتها كمان تتخذ الأسد شعار لها، وبالتالي انضاف أسد ثالث للأسدين، وهو بتكون قصة الأسود الثلاثة. طبعا في عام 1863 أسس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واتخذ الأسود الثلاثة شعار له، وكان عليها التاج، ولكن أزالوا التاج بعد ذلك. أما بالنسبة للمنتخب الإسباني فملقب بالماتادور، والماتادور هي رياضة مصارعة الثيران المشهورة كثير في إسبانيا. المنتخب الهولندي عنده لقبين، البرتقالي نتيجة الزي البرتقالي اللي بينبسوه، والطواحين نتيجة أول طاحونة أسست في التاريخ عام 600 ميلادي. أما بالنسبة للمنتخب البرتغالي فملقب ببرازيل أوروبا بسبب المهارات العالية اللي بيتمتع فيها اللاعب البرتغالي. المنتخب الكرواتي يسمى الناريني بسبب الكلر تبعه اللي هو الأحمر والأبيض. هذا الكلام ينقلنا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، ومن أشهرهم المنتخب البرازيلي الذي يسمى راقصي السامبا نتيجة رقصة السامبا الشهيرة عند البرازيليين، والأرجنتين راقصي التانجو نتيجة رقصة التانجو اللي مشهورة في الأرجنتين. هذول المنتخبين لقبوا بثقافات أو رقصات مشهورة عندهم. هذا الكلام ينقلنا للمنتخبات العربية، ونبدأ مع المنتخب المغربي الملقب بأسود الأطلس. كان في هناك عايش في المغرب أسد بربري، وكان عايش في جبال الأطلس. هذا الأسد وزنه بيتراوح ما بين 270 كيلو إلى 300 كيلو، وبالتالي المنتخب المغربي اتخذ أسد الأطلس كرمز له، رمز للنضال والقوة والبسالة والشجاعة اللي بتتميز بها هاي الأسود والضخامة كمان. ولكن هذا الأسد انقرض في منتصف القرن العشرين في خمسينيات القرن الماضي، ولكن المنتخب المغربي أو المغرب احتفظت في شعار الأسد البربري أو الأسد الأطلسي لمنتخب المغرب. المنتخب السعودي الصقور الخضراء أو الأخضر نتيجة الزي اللي بيرتديه المنتخب السعودي. الصقور الخضراء الصقر هو يعتبر رمز في المملكة العربية
السعودية وبيستخدموا كصيد للثدييات، يعتبر رمز للشجاعة والقوة. المنتخب المصري والفراعنة نتيجة الحضارة الفرعونية اللي عاشت في مصر ولغاية الآن آثارها موجودة. المنتخب الأردني ملقب بالنشامة، والنشمي هو الشخص الطيب الكريم الأصيل. أما بالنسبة للمنتخب العراقي وسود الرافدين، احنا قلنا العرب بيتخذوا الأسود والصقور عادة والنسور كرمز لإنهم، وبالتالي الرافدين نتيجة للنهرين الدجلة والفرات. المنتخب التونسي نسور قرطاج، حكينا النسور مهم جدا في الدولة العربية، وقرطاج نسبة لأشهر مدينة في تونس اللي هي مدينة قرطاج. أما بالنسبة للجزائر، محاربين الصحراء. ليش محاربين الصحراء؟ محاربين الصحراء احنا عارفين انه الجزائر قامت بالفرنسيين وهي بلد المليون شهيد، وتكريما تضحيات اللي قدمها الشعب الجزائري لقب المنتخب الجزائري بمحاربين الصحراء. أما بالنسبة للمنتخب الفلسطيني فمسمى الفدائي نتيجة مقاومة الفدائيين الفلسطينيين للاحتلال الغاشم الصهيوني. بتمنى أكون حطيت ألقاب أشهر منتخبات العالم، وبتمنى منك عزيزي المتابع لو عجبك الفيديو إنك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات، تضغط لايك للفيديو. سلام.